عليكم الله وبركاته. طبعا درسنا هذا اليوم هو طريقة تحديث راوتر تندر. اول شيء نسويه ندخل على موقع تندر، وراح احط لكم الموقع جوا بالوصف. نروح اول ما نفتح الموقع نجي على هاي العلامة مال البحث، نكتب اسم الراوتر. انا الراوتر مالتي اسمه F9 او F9، راح يطلع لنا مثلا هنا، نضغط على داونلود او تضغط على الاسم، تضغط على داونلود راح تطلع لك الاصدارات الموجودة اخر اصدار. نضغط على داونلود، طبعا انا محمله سابقا، نحمله. طبعا حجمه هو 1 ميجا. بعد ما يكمل التحميل نفتحه، نفتح الضغط ماله وننقل هذا الملف مثلا على الديسكتوب. نروح ندخل على الراوتر. طبعا الراوتر ندخل له 192.168.0.1. بعد ما ندخل الى الراوتر نروح على اخر خيار اللي هو administration، بعدين ننزل لي جوه، نختار هنا الابجريد فريم وير، نختار لوكال، بعدين نختار الملف اللي فكينا عنه الضغط، نضغط على اوكي. بعدين راح يرفع الملف، بعدين راح يرست عندك الراوتر ويتحدث. هذه نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة اذا كنتم ما مشتركين.